راجي بصريح العبارة وأنت الأدرى بالشؤون الرياضية، وأنا لا أريد رأيك في تغريدة محمد صلاح، لكن الكل شاهد محمد صلاح وتغريدته التي كانت يعني لم يكن يتوقعها الكثير، يعني تغريدة تقريبا مع الطرفين، لا مع هذا الطرف ولا مع الطرف الآخر. لكن أنا أريد أن أسألك أستاذ حفيظ في مسألة الرياضي، الرياضي الذي يكون بشهرة محمد صلاح أو بشهرة رياض محرز، الرياضي الذي يكون يعني يلعب في نوادي أوروبية، بصريح العبارة أستاذ حفيظ، يعني هل يعني نلتمس له العذر بين قوسين، نقول أنه معذور لأنه بين قوسين يستطيع أن يفقد مكانته أو يستطيع أن يفقد يعني كل الأمور اللي معه في النادي، أم كيفاش ممكن نحلل مثلا تغريدة صلاح؟ إلى أي مدى يصل هذا العذر عندما يتعلق بدينك وبوطنك وبأمتك وبشرفك؟ ليس هناك أي عذر لشخص يدافع عن نفسه، يدافع عن أمته، يدافع عن دينه، يدافع عن الحق بالدرجة الأولى. وبعدين هذا الشعب الفلسطيني له فضل. أعتقد بأنه، أنا لست متأكد من ذلك، بأن من أطلق تسمية فخر العرب هم الفلسطينيون بالدرجة الأولى على محمد صلاح. لا يجب أن تنسى محمد بأن صلاح لديه أكثر من 100 مليون متابع في وسائل التواصل الاجتماعي بين إنستغرام وتويتر وكذلك فيسبوك، 100 مليون متابع وتنتظر 10 أيام بعد أن تعلن الحرب على غزة وتنطق، وليتك لم تنطق لتقول كم هو صعب أن يتحدث الإنسان في هذه الظروف الصعبة، كم هو صعب أن تصمت طيلة هذه الفترة، وليس كم هو صعب أن تتحدث. أنا أتفهم شخصيا لأنني أعرف الخبايا وممكن التفاصيل، أتفهم ممكن ترددك، أتفهم ممكن حتى سكوتك أتفهمه، ولكن عندما يصل الموس إلى العظم مثل ما نقول، عندما يتعلق بفلسطين قضيتنا جميعا، لا يجب أن، وبعدين مش راح تخسر محمد صلاح، ماذا يخسر محمد صلاح حتى مع المعلنين وحتى مع الرعاة، ماذا يخسر من الأموال مقارنة بخسارة نفسه ومقارنة بخسارة شعبيته في الأوساط الشعبية العربية والعالمية عموما؟ أعتقد بأنه لا يوجد عذر بالمطلق لأي واحد لا يتفاعل مع شؤون وطن وشؤون دين. هذا يرجعني لكلام كان يقال في وقت ما، وانت تتذكر يا محمد، يقولون لمحمد عثماني عندما يكون هناك حدث ثقافي أو حرب أو حدث اجتماعي، يقولوا لا أنت إعلامي سياسي ولا يجب أن تتدخل في الرياضة. صحيح. الإعلامي الذي لا يتفاعل مع شؤون بلد وليس إعلامي مهما كان اختصاصه، حتى ولو كان مختص في الأحوال الجوية مع احترامي، فالإنسان هو إنسان قبل أن يكون إعلامي أو فنان أو مثقف أو رجل سياسي.